بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة رقم 9، سينجل فيز اي سي كنترول. اول شيء بنبلش من في 1 هون للفيوز، بعدين من الفيوز بنروح فيه على ال بي 2. طبعا هذا بدنا نسميه احنا هذا بي 1، هذا بي 2، هذا بي 3، هذا بي 4. بدنا نروح فيه احنا على البي 2. جبت لك الفيوز، بنروح فيه على البي 2. هذا البي 2 ها بدنا اياه احنا اميتر. بعدين من بي 2 بنروح فيه على الثايرستور في 3. هذا هو في 3، بتفوت فيه على المدخل في 3. من مدخل في 3، من مخرج في 3 نطلع فيه على الار اس 3. ها بنسميها ار اس 1، هاي ار اس 1، هاي ار اس 2، هاي ار اس 3. بنروح فيه على المدخل على الار اس 3، نطلع من الـ RS3 على الـ P4. الـ P4 راح يكون هو أميتر، اللي هو هذا الـ P4. نفوت الـ P4، نطلع من الـ P4، نروح على الـ RL load. أول شيء نفوت إحنا بالـ L 50 ملي هنري، هم نفوتها من الـ 50 ملي هنري. نطلع من الـ 50 ملي هنري، نروح فيه على أساس مقاومات باراليل. أيوة أساس مقاومات باراليل R R R R. من هون بيكون مخرج المقاومات باراليل، هون المدخل بيكون هذا المخرج. مخرج المقاومات الـ R بنروح فيه على الـ RS2، اللي هذا هي الـ RS2. نطلع من الـ RS2 نروح فيه على الكومن اللي هون. هسا هيك احنا وصلنا ال V3، بس بضل بدنا احنا كمان نوصل ال V1. ال V1 بدنا نوصله نفس الشيء من الفيوز، لأنه تراس هذا من الفيوز. بنروح فيه على ال V، على ال V1. نروح فيه على ال V1. ال V1 بس هون معكوس، ال V1 بفوته احنا من هون، احنا لانه هون تراس عندنا ديودين معكوسات حسب ما هي بالرسم اللي هون، ديودين معكوسات. هذا عكس هذا الديود، فتنا هون احنا وفتنا هون V1. نطلع من V1 بنروح فيه على RS1. هذا ال RS1، خلينا من RS1 نطلع من RS1 على نقطة الالتحام بين RS1 و RS2. نقطة الالتحام بين RS1 و RS2 للأوتبوت، وصلنا الجمبر أحسن. نقطة الالتحام بين RS1 و RS2 هذول من نفس النقطة. طيب احنا بدينا كيف في هون خربطة، لا مش الجمبر هون. احنا بنطلع من الـ RS1 على الـ RS3 مش RS2. RS3 كن مع بعض. بعدين بدنا نوصل البوت ميتر P1 و P3. P1 موصل مع السبلاي P1، هذا هو P1. بنوصله مع عند الفيوز. والراجع تاعه البي 1 وين عند الفيوز؟ عند الفيوز، بعد الفيوز. طيب وبعدين من المخرج تاعه من هون بنروح فيه عند الجراوند هون على الكومن. الكومن بعد ما سوينا الكومن بدنا نوصل كمان اللي هي البي 3. البي 3 اللي هي من نقطة التقاطع، اللي هي حكينا هون ار اس 1 مع ار اس 3، هذول نفس نقطة التقاطع. ناخذ اي نقطة، وين نقطة التقاطع؟ ايوه انا مش احنا وصلنا ار اس 1 مع ار اس 3. هي من هون بناخذ من هي النقطة مشان نروح فيه على نقيس فيه البي 3 الفولتية تاعت الـ V-Output، اللي هو هاي الـ P3. هذا هون هون الفولتية تاعته، وهاي بنروح فيه على الـ Common أو على الـ Ground. هذا هو الساكت، وصلنا الساكت وصلناها، بس ظل بدنا نوصل تعاون الجيتس. لما نوصل تعاون الجيتس أول شيء بدنا نعمل Synchronize بيناتهم. Synchronize Neutral بنوصله هون. كمان اللاين نوصله بس على الجيت.
هسه بدنا نوصل، هسه بدنا نوصل الجيت للفص. نعمل هون بايسنج زي ما بنعمل دايما. ناقص ما كان وصل الجراوند. وصل الجراوند هون كمان. بدنا اياه احنا انترنال، عشان هيك بنوصل اليوم على اليو سي. بعدين بدنا اياه كمان نتاكد انه من 0 بلس 10، نتاكد لحتى نبلش الفا 0. نبلش انه الفا 0 هون بنحطيه عند ال 10 فولت. كمان نتاكد انه هون خليه من الفا 0 مشان ما نقيس. بعدين بدنا نوصل احنا مع الجيت اللي هو 1 مع 1 وانا 1 مع 1 هاي و 3 مع 3. بنوصل هن 1 مع 1 و 3 مع 3 مع 3 مع 3. هيك وصلنا هن، وتقريبا هيك التغيير هيك تواصل. بس ضل عين نوصل لسه السكوب. شانل 1 بدنا نقراها اللي من جهه عند الاندكتر من فوق. هاي جهه الاندكتر، هاي الاندكتر من هون، من عند الانبوت على الاندكتر هي الانبوت هون. نوصل الجراوند لواحد من السكوبات، نوصل لواحد من الشانلز، نوصل الجراوند لهذا. وشانل 2 بدها تكون من جهة الار، جهة الار هاي الاوتبوت تاع الار. وصلنا. هاي هيك التوصيلة جاهزة كل شيء. ضل التحكم بألفا، التحكم بألفا نفس ما كنا نتحكم بالتجارب تاعون الميد. نصير هنا نغير أول شيء هون ألفا صفر، بعدين بدنا 1030 بنحط هون 1030. بعدين بنقيس الاي دي ار ام اس من بي، من الاي دي ار ام اس من البي 4. بعدين بعد ما نقراها احنا اول شيء نقراها عند 1000 0. بعد ما نقراها عند 1000 0 نحولها 1030 ونقرا الاي دي ار ام اس. بعدين بنرد نرجعها صفر، نصير نغير بالفولتج هون لحتى يوصل الاي دي ار ام اس، لحتى يوصل الاي دي ار ام اس لما كانت عندنا، لما قسناها لما كانت 30. بعدين بنخليها 30 هيك، بصير 30 زائد 30 60. وبعدين بنرد نرجعها على نقرا اي دي ار ام اس من هون من تحت، بعدين بنرجعها على صفر وبنغير بالسكيل لحتى نطلع اي دي ار ام اس. بنجيب قراءه الاي دي ار ام اس القديمه. ايوه نقرا خلص هيك كل شيء جاهز. ستوب.